لو سمحت بدي ابقى لحالي فرات. روحوا انتوا هلا بلحقكم. شو انت ما عندك احساس ابدا؟ كل هالسنين خاطفتيه من العيله يلي عاش معها، وهلا كمان بدك تخطفي قبره؟ نارين، ما بيصير هالحكي هون عين. انا هلا ما رح رد عليكي ابدا، وخصوصي بهالمكان. هاي حضرتك قبرتي وخلص، تفضلي القبر ليكو عندك، وعملتي كل شيء، دعي له لشوفك، دعي له قد ما فيكي، يمكن أيامها لو ما كان وقعان وميت فيكي كان عايش لهلأ، وبجوز موجود معنا هون. صحيح يمكن يكون عايش لهلأ، بس ما رح يكون معك. انت اللي موتي وبتعرفي هالشي ما هيك؟ حاجتك حكي فاضي نارين، امشي فتون. عن جد أنا ما بدي أتناقش معك بنوب نارين. هلأ عرفت منيح أنه الحقد اللي جواتك واللي ما عم تقدري تخلصي منه مو بسببي. الأحسن إلي أتركك وامشي. فتون يلا لو سمحت. نارين ممكن توصلها على البيت؟ طبعاً بوصلها. أنت ما بدك تشغلي حالك فيني ما هيك؟ بس تأكدي إنك رح تكوني شغلي لآخر العمر. نارين خانم،